من عجائب اليابان انك انت تلاقي مبنى اسمه ذا شيرش او الكنيسه، واحده واقفه راهبه واقفه على الباب لابسه اللبس الاسود بتاع الراهبات، ولكن الموضوع من جوه هو بار، يعني هو نايت كلاب ولكن اسمه كنيسه، حاطين صليب وحاطين كل حاجه، والبنات لابسين اللبس بتاع الراهبات وزي كل حاجه، ولكن من جوه زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا ان هو 100% نايت كلاب، والناس بتدخل تدفع فلوس عشان خاطر تدخل وتهيص. من جوه عاملينه بالظبط كانه كنيسه، يعني حاجه بجد غريبه جدا جدا جدا، هنا اول ما شفتها في حياتي، وفقط وحصريا في كوكب اليابان الشقيق. قلت لازم اصور لكم كل حاجه وادخل جوه واشوف مين الناس اللي بجد بتدخل الاماكن العجيبه والغريبه دي. دخلت جوه لقيت زي ما انتم شايفين كده المكان كنيسه بالظبط، كل حاجه الديكورات الحاجات كلها كنيسه، البنات اللي شغالين جوه لابسين لبس الراهبات، كل واحده لابسه اللي هي اللبس الاسود فابيض ده وعليها الصليب، وحاجه بجد كانت غريبه جدا بالنسبه لي. مش بس كده ان البنات اللي شغاله كده، ولكن لما جيت ادخل الحمام لقيت حاجات بجد انا مش عارف ازاي اليابانيين بيعملوا كده بلا احترام لاي حد تماما. احنا شايفين حمامات الرجاله والستات عاملين ازاي، وبعدين الناس بتغير الدي جيز، بتشايفين المكان واقف في الكنيسه حاطين الشمع جوه، واكتشفت ان في ناس كتيره من اديان تانية بتدخل هنا، معظمهم طبعا يابانيين ولكن في ناس كتيره جدا اجانب كانت موجوده، والموسيقى كانت بتتغير كل شويه، وجانب رايحه وجانب طالعه، وناس مبسوطه قوي، يعني كل الناس تقريبا بتيجي عشان خاطر تقول ان احنا دخلنا في المكان العجيب ده، الكنيسه اللي اتحولت لملهى ليلي في طوكيو اليابان. وبجد انا ما كنتش مستوعب وايه اللي بيحصل، ولكن ده كوكب اليابان الشقيق زي ما انتم شايفين كده. البنت وهي لابسه اللبس بتاعها، وكل يمكن 5 6 بنات شغاله. الحاجه كمان اللي عرفتها ان انا لما تدخل من الباب الرئيسي اللي هو معمول كباب كنيسه كبير جدا وعليه شايفين الصلبان، تدخل جوه هتلاقي في دورين، في الدور الارضي والدور الاولاني. الدور الاولاني بتدخله بسلم اول ما تدخل، وهتلاقي ان هو فوق في بيقول لك اوض الاعتراف، وده بتبقى للفي اي بي عشان خاطر يدخلوا، وكل 2 بيدخلوا جوه محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، بيقول لك وات هابن ان ذا شيرش ستيز ان ذا شيرش، او اللي حصل في الكنيسه يفضل في الكنيسه زي ما الناس بتقول على فيجاس. سالت ازاي بجد اليابان سامحه بحاجه زي كده، قال لك ان هو اليابان دوله ديمقراطيه كل واحد يعمل فيها اللي هو عايزه ما دام ما بيأذيش حد تاني، ودول اعتبروه ان هو حريه شخصية. أتمنى يكون الفيديو وراكم حاجة جديدة عن كوكب اليابان. أشوفكم على خير بإذن الله في حلقة تانية كتيرة جدا. أحمد حجاجوفيتش.